هدد هاني رمزي المدير الفني لمنتخب المحليين بالاستقالة من منصبه مجددا عقب إعلان مواعيد مباريات كأس مصر. وقال هاني رمزي إن مواعيد الكأس الجديدة تضع المنتخب في أزمة كبيرة بسبب تحديد مباريات الدور قبل نهائي يوم 9 أغسطس قبل مباراة الذهاب أمام المغرب بأيام، والمقرر لها 13 أغسطس، بينما تم تحديد موعد مباراة النهائي يوم 15 من نفس الشهر قبل سفري للمغرب، والمقرر له يوم 17 من نفس الشهر لخوض مباراة العودة في تصفيات أمم أفريقيا للمحليين لعام 2018. كما عقد هاني رمزي جلسة مع مجلس الجبلاية طلبهم خلالها بحل الأزمة، وإلا فأنه لن يستكمل مهمته.